وسير المحكمة راه غيدوز في المحكمة عند الوكيل اللي تابع ليكم هنا ديال عين صباح. استسلمنا قلنا حنا معاهم، حنا ولاد القانون. واش المخزن بوايا وباهم؟ حنا معاهم. منين جيت الصباح مشيت للكوميسارية ديت لي الفطور من الكوميسارية، رجعت محمد الحميد كنطلب الطبيبة، قلت لها الله يجازيك بخير دير لي شهادة طبية، الزوج ديالي راه اعتقلو. ولقيت الطبيب اللي دوز لي البارح، قلت لي الزوج ديالي اعتقلو، تفاجئ قال لي علاش؟ قلت لها داروا لي وداروا لي وداروا لي داروا لي، قال لي تسناي الطبيبة هي غتجي وغدير لك شهادة طبية. منين تسني الطبيبة أنا والأخت كنتسناو فيها، منين جات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استقبلتني واحد استقبال وتنفخات وعيطت لسكريتي قالت لي هضر معاها فهمها بلا ما نبقى نغوت بلا ما نبقى نخسر الهضرة، ما غنصاوبهاش مشيت للاثنين، يعني ما عطاتنيش فرصة تنهضر معاها، قمعاتني. خرجت أنا والأخت جينا هنايا، دابا منين جيت هنا دخل المحامي سمع من خرجت تفاجئت، لقيت مصيبة عظمى، لقيت بأن ما حاطينش المقدم، لقيت بأن دايرين راجلي اعتاد على القيد والقيد دار شهادة مرضية وبأن القيد كومة، وحنا الناس ديال المعتصم كلهم كانوا وشافوا القيد بأن كان واقف ما في حاجة. السلام عليكم، حنا اليوم امام المحكمة عين السبع الابتدائية للاعتقال ديال نور الدين ايد العسري، الطفل ياسر فيديو صاحب الفيديو المشهور اللي تعرض للاعتداء من طرف اعوان السلطة واللي ضربوه، ومن بعد مشى للمستشفى وجا مشي ديكلاري في دائرة الامن تعرض للاعتقال، كيتفاجأ بالاعتقال ديالو. ولكن كنقول ان هذا الشيء هو ناتج على الهجوم اللي كيتعرض ديال القائد ميموزا، مقاطعة ميموزا اللي كل ساعة كيجي كيتهجم عليهم. وكنقول ان السبب ديال هذا الاعتقال ديالو هو كان قبل كيتعرض للتهديدات من طرف عوان السلطة والقائد، علاش؟ بسبب الفيديو المشهور ديال ياسين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.